السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هذا النهار إن شاء الله غنتكلموا على واحد الحلقة، هي الحلقة هي حصرية وهدية لكل مربي أرانب، وهي الحديث على التفاف. غادي نعطيكم الأنواع ديالو والشكل ديالو وسموه هما المنافع ديالو. إذا التفاف وهو النبتة المعجزة اللي ممكن أنكم تقدموها للأرانب ديالكم، وكذلك كاين اللي كيقدمها حتى للدواجن والماشية. اما بالنسبه للارانب، راني عندي دابا الحق التفاف راه واجد عندي في هذه الارض. انتم تبارك الله هذه الارض راها انتم الا كتبان لكم راه كاين التفاف، كاين يعني متواجد بواحد الطريقه. عشان نقول لكم الحمد لله والشكر لله. اذا الناس اللي كيسولوني على الشكل ديال النبته ديال التفاف، يعني نهضروا بعدا على الحليب اللي كيكون فيه، هو كيزيد في الحليب الانثى ديال الارانب. كي تكون الانثى يلا ولدس، عطيوها يعني عرش بحال هذا ديال التفاف، صافي خرج السوق. يعني هذا ممكن انه صافي يولي الحليب غير مدفق عندها تبارك الله. والناس اللي كيقولوا لي على التخزين ديالو، انتم كما كتشوفوا راني قلعت واحد خنشه عامره، انتم ممكن انني هذه الخنشه نخليها هكا وما يضيعش. ممكن انني نعطيه لهم وهما يعني هذا التفاف بلا ما تشمشوا، لان يعني كيفاش هو كيكون كيخدم مزيان، كيخدم ملي كيكون خضر. علاش ملي كيكون خضر؟ لان هانتوما انا غنوريكم بالبرهان اشنو كيكون فيه. شوفوا تبارك الله هنايا اسمو فيه، شوفوا اسمو هو الحليب اللي كيخرج. هانتوما الا كتبين لكم مزيان، شوفوا الحليب اللي فيه تبارك الله. يعني الا خليتوه حتى يبس، يعني ما بقاش فيه داك الحليب، غادي يولي غادي يكرم، غادي يوليو غير اغصان. اي فرع يعني قرطوه كتلقاو فيه الحليب سبحان الله مباشره. انتما شوفوا، انتما هذا راه كله حليب. انتما كاين بعض الفروع اللي غليظه اللي كتلقاو فيها يعني داكشي البياض ديال بصح، كتقولوا بانه حليب. انتما شوفوا سبحان الله، يعني فيه الحليب نيشان. ها شوفوا هذا الفرع حيت غليظ، شوفوا شوفوا غادي يبان لكم. هانتوما محدينا كنقردو وكيخرج منه واحد الماء ابيض. هانتوما شوفوا سبحان الله، يعني الله سمو عطينا في التفاف هذا. انا كنعتبره نبته معجزه. شوفوا هنايا الحليب اللي خارج منه، شوفوا شوفوا تبارك الله، شوفوا شفتوا شوفوا الحليب مباشر عطينا الله في هذه النبته هذه. يعني نبته معجزه، انا كنعتبرها نبته المعجزه، لان في الحقيقه خدمت بها مرارا وتكرارا. الله يعمرها سبحان الله. بالنسبه للشكل ديالها فيها ثلاثه ديال الماركات. كاين واحد الماركه ملي كتكون نابته كتكون طويله. انتم شفتوا الطول ديالها، انتم انا غنبينها لكم بواحد الطريقه. انتم كتكون طويله هكا تقريبا، كتكون فيها حتى نقول واحد 80 سنتيم 70 سنتيم، كتكون نابته هكا وطويله. ولكن باش كتميز كتميز بواحد النوار كيكون نابت فيها. شوف انتم هو كله ممكن انكم تعرفوه غير من 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 الربيع ديالو، كيبان لكم بحال اللي مسنن بحال اللي فيه الشوك. انتم هو ما فيهش الشوك، غير الشكل ديالو داير هكاك. انتم ملي كتقيس هكا ماشي شوك هذا، انت غير الشكل ديالو بحال اللي كيبان بحال اللي فيه الشوك، هو ماشي شوك. المهم كاين يعني الماركه الاولى هانتوما كتكون طويله، هانتوما النبته طويله والغصن ديالها كيكون غليظ. هانتوما شوفوا كيكون غليظ. كاين ماركه اخرى كتكون غير قصيره هكا، هانتوما شوف الجذر ديالها مباشره، كتلقى الجذر صافي كتكون النبته دايره هكا هكا، وكتكون متفرعه دايره بحال هكا، كتكون دايره بحال هكا صافي. هذه هي نبته كتكون بحال هكا، ولكن نفس 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 الاغصان كتلقاهم كيشبهوا الاخرين. واخا يعني الورقه ديالها كتبان عريضه على على على, على الاخرى انتما، ولكن هي قصيره في الشكل ديالها، كتبان قصيره وكتكون مفرعه دايره هاك. يعني هذه المنظر الثاني. المنظر الثالث كيكون عنده بحال هاد الاغصان هذا. شوف اغصان يعني كله تقريبا عباره عن اغصان، ولكن حتى هو تفاف. انتما ثلاثه ديال الانواع، كاين النوع الاول كاين النوع الثاني، ولكن راه ملي كتعطيهم الارانب راه كياكلوهم بواحد الشراهه، يعني ما نقول لكمش، يعني سبحان الله نبته معجزه. انا كنعتبرها نبته معجزه، يعني اي واحد بغى الارانب ديالو يصدقوا وتكون عندهم مناعه ويشربوا الحليب مزيان ويقواو، يعني حتى الامراض ما تبقاش تصيبهم. علاش؟ لانهم
اكتسبوا مناعة في الصخور ديالهم. راه هذا هو السر ديال تربية الأرانب، راه هو هذا التفاف هذا. يعني أي واحد بغى يربي الأرانب ويكسب، يعني يكونوا عنده أرانب ديالو ويكسبهم، يدير التفاف. هذه راه أي فلاح تسولوا عليها يقول لك التفاف راه نبتة معجزة، صراحة نبتة معجزة. إذا الحلقة ديالنا هي هذه، ثلاثة ديال أنتم كما كتشوفوا، عاودوا الفيديو مرارا باش تعرفوا يعني كاع الأنواع ديالهم. كاين القصير، النوع القصير، كاين نوع طويل والغصن ديالو غليظ، وكاين النوع اللي كله عبارة عن فروع، وفروع خضراء كلها حتى هي فيها الحليب. أنتم غير كتقرد كتلقى الحليب فوسط من 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 الجدر. أنتم سبحان الله. إذا حلقة متميزة، أنا كأعتبرها حلقة متميزة كهدية، هذه في الحقيقة عبارة عن هدية، يعني الشكل ديال النبات ديال التفاف هذا هو الشكل ديالو. بالنسبة فين كي شحال واحد غادي يقدر يسولني فين يقدروا نلقاوه، ديما كتلقاوه في الجهة فين كتكون غادية الساقية، يعني هو كيكون نبت في الجنبات ديال الساقية، ما كيكونش نبت مثلا غير بوحده. يعني مثلا نقولوا كاين الزيتون هو وحده، ولا كاين شي شجره من نوع الليمون ولا حامض وتلقى حداه، لا هذا كيكون في الجنبات ديال الساقيه. حنا كنقولوا الساقيه، حنا بالمنطقه الشرقيه كنقولوا الساقيه. انتم راه كاينه هذيك الجهه تما، راها هذيك راها ساقيه، راه ساقيه تما كيتواجد، يعني البلاصه فين كيدوز فيها الماء في الجنبات كيكون الماء دايز هكا، وهذا التفاف كيكون نابت من ومن تما. قلبوا غير ملي تكون الساقيه دايزه هكا، قلبوا منه من غادي تلقاو في الجنبات كاين التفاف. والناس اللي فلاحه وعارفينه راه غادي تقول لهم التفاف راه غادي يعطيك واحد الكميه. انايا شوف شحال جمعت، راني جمعت بزاف، عندي بزاف ديال الوالدات تبارك الله دعيو معايا باش ربي يسخر لي فهاد الخلفات اللي راه عندي في هاد الايام. انا جبت لهم التفاف باش ياكلوا، الا بغيتوا تشوفوا معايا هما راهم كياكلوا نتوما. راني مدرق عليهم على حساب البرد. لاحظوا هذيك تما راها كتاكل التفاف، راها التفاف انتوما راه عاجبها بواحد الطريقه، يعني ما نقولكمش انتوما. هادو الصغار حتى هما كياكلوا من التفاف، كلشي كياكل من التفاف تبارك الله. هذيك حتى هي راها التفاف، هذه حطيت لها هي ما بقاتش ما عندهاش كاع، لانها كلات كاع الكميه كلها كلاتها. هانتوما هذه عاوتاني راني حطيت لها قبيله، ها هي راه كلات من كلات الطرف وخلات الطرف. هانتوما هادو كلهم راهم ثلاثه تقريبا والدين لي، وعندي مازال عاوتاني روميين عاوتاني والدين، هادو بلديين، هذه بلديه حتى هي، هي راه كلات، هذه ما باقي عاد ما عشرتهاش. المهم التفاف للصغار وللكبار. هانتوما هادو الصغار عطيتهم التفاف، عطيتهم كميه، شوفوا تبارك الله راهم كلاو منها على حساب الحليب، كتعويض على الحليب، راهم كياكلوا التفاف يعني صادق 100%. انتم الذكر حتى هو كذلك عطيتو التفاف. اللي باقيين ما عاد يلاه يعني ما معشرينش، يعني باقي ما تزوجوش حتى هما، ها هما التفاف ما خلاوش فيه شويه. انتم هذه بحال خلات شي شويه، هذه كلاتو كله. انتم التفاف هو نبات معجزه، ممكن انكم تعطيوه الارانب ديالكم دون خوف. ممكن ان الارانب ديالكم يعني ياكلوه اخضر، يعني هو خلاف على جميع النباتات اللي كتضر بالارانب. ممكن انكم تعطيوه الارنب ديالكم وما تخافوا منه حتى شي حاجه، الحمد لله يعني خدام 100%. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، راه حلقه مفيده، حاولوا انكم تقلبوا على هذا النبات هذا يعني تعطيوه الارانب ديالكم، وراه ان شاء الله ما يكون غير الخير. اذا الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناه غادي الدعم ديالكم. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، ما تنساونا في الجيم وتسكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.